الناصر. اتفضل. حسابك كام يا اسطى؟ 15 جنيه. 15؟ حلو قوي، حلو قوي، يا بلاش. اكتب له كف مريم بقشيش ما تبقاش منه. عشان مريم بقشيش ما انت ما بقشش من جيب امك اصلا. خد يا. انت هتاخد مني فلوس يد؟ الاجره يا باشا. اجره يد؟ انا اشرف باشا اللي اتشد له فرامل اليد في اي منطقه وتضرب له تحديد سلاح. انا اسف اشرف باشا. رخصك يالا. ايه اشرف باشا؟ رخصك يالا وكمان مصور في ماركه العربيه ده انا اوديك في 60 داعيه. انا شغال عليه اشرف باشا. يد انا ظابط يد. اسف اشرف باشا. بس شال الدبابير عشان العين. يا حسام انت يا ولا ما تقوم تشوف مين الزفت اللي عمال يخبط على الباب بالشكل ده. النهارده بالليل ماتش ريال مدريد وبرشلونه، نتقابل في الكافيه. اتفضل يا استاذ سمير. يا ماما يا ماما، ده الاستاذ سمير ابو النيل. خد اشحن ده وتاكد ان الشرط بتجري ورا بعض لفوق. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا استاذ سمير. ايه يا اخويا، مش كنت تقول لي انك جاي علشان اعمل حسابي؟ هو انت كنت بتردي من اساسه يا مدام نانا؟ اعرفك اشرف بيك جدر زعيم امناء شرطه المنطقه كلها. هجري يا استاذ سمير، انت يا اخويا كبرت الحكايه قوي كده ليه؟ لا مش بكبر الحكايه ولا حاجه، أنا بدافع عن حق القانوني اللي لا يمكن هتنازل عنه أبداً، لا يمكن. إيه اللي شمه ده يا مدام نانا؟ الملوخية، ملوخية بالأنارب. بالأنارب؟ وورقة لحمة بتلو في الفرن، إنما إيه؟ ما أقولكش عليها، هتاكل صوابعك وراها. أبا 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 أبا، بقولك إيه؟ انزل أنت، انزل ولما عاوزك حرن عليه، أوعى تفتح عليا. مش هنعمل إثبات حالة؟ حالة؟ امشي، امشي. قصدي إثبات حالة. امشي. اللهم صل على النبي. انت فاتحه مصمت ولا ايه يا مدام نانا؟ لا يا اخويا، ده اكل الاسبوع بس برضه ما يغلاش عليك، لازم تدوق. لا انا شبعان ومش قادر. اعدم حسام ابني ابدا، ما ينفعش. لا على ايه؟ حسام عامل حس في البيت برضك. انت انا زعلان منك يا مدام نانا. 23 مره اتصل بيك وما ترديش، مع العلم بيبقى مشغول في النص. سامحني يا اخويا اذا كنت اتاخرت عليك في دفع الايجار شويه، اصلي الحوار بتاع ابو حسام اتاخرت شويه، معلش. هو الافندي بتاعك ناوي يرجع امتى من السفر؟ هو اكل العيش بيرجع حد الايام دي يا استاذ سمير. مسقعه دي ولا ايه؟ وبالفلفل، وعمرك ما دقت زيها. يا عيني يا عيني. تسلم ايدك بصحيح. اوعى تفتكري يا مدام ان انا جاي عشان الايجار متاخر والكلام الفاضي ده. لا انا قلبي اكبر من كده بكتير. انا بس جاي اثبت حاله لبرتكانت الستارة اللي اتكسرت بسببكو وبقيتي في طب. هاتي هاتي يا مدام نانا هاتي. يا استاذ سمير، الفلوس اللي بيبعتها ابو حسام من الكويت يا دوبك بندفع لك منها ايجار البيت والباقي بيكفينا بالتيله. ده رقاق ده يا مدام؟ وباللحمه المفرومه. حرام عليكي حرام عليكي، حبات حضنكم في المطبخ. يا لهو بالي عن جمال. تسلم ايديكي. ما تتبنيني يا ام حسام. حتى تبقي ام سمير وحسام. كمان كسرين اساس باب الحمام؟ طبعا، ما هو مال يهود. جرايه يا استاذ سمير، ما احنا يا اخويا كنا لسه حبايب. انا حبايب بلا عرايب. استنى اما اشوف كسرتين ايه تاني. شفت الهدرك بتاع ميسي الماتش اللي فات؟ طب احس انا قلت يعني اسلم قبل ما امشي. حياة ابوك يا شيخ. وانت بتشد السفور ما تبقاش تتعافى لحسن من دوباره. ايه ده يا حس؟ حطيت زيت وسكر كمان. زيت وسكر؟ هي هترشح نفسها في الانتخابات ولا ايه؟ لا وايه؟ شحنت لك كارت ب 50 جنيه. 50؟ انت بخيله قوي يا مدام نانا. ورايا وانا اللي كنت فاكرها هتشحن لي ب 100.